انت تدرون انا البارحه ما اكلت. اسمع ليه يا اسمع؟ لا ما لي خص. لا انا ما لي خص. مالي خص اسمع. مالي خص. ليش هم ما يجيبوا لك؟ انا قلت لهم ما ادخل حاجتك. لا انا ما اخذ لك حاجتك عمري. اخوي قولي والله. والله والله كنت طيب لازم تفك لي صحني. والله ايه. والله انه انا اخذت منك من الباكيت. لا لا مش باكيت. انا لقيته على الطاوله مش على. لا هاي اكل تبعي. هذي مش بالعافية. ليش ما مش بالعافية؟ ليش ما قول؟ ها. بخصوص الشوكليت اللي هناك. شنو معك؟ بونجور. ما كذا متفائل يعني. صباح الخير. كانوا الكل حيرد عليك مثلا. مدى. عايزة أعرف. قول لي إحساسك إيه؟ مبسوط مبسوط. شوف شوف إيش سويت بي البارحة؟ زينة. يا سلام كنت مسافر محمود؟